على هذا الأساس يتضح حيث أن الله سبحانه وتعالى لا متناهي، إذن لا يخلو منه مكان، لا يخلو منه زمان، وهو مع كل شيء لا بمداخلة، وهو لا مع كل شيء لا بمزايلة، كما في كلمات الأمير سلام الله عليه: داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء. إذن هو في كل مكان، ولكن هذا الذي هو في كل مكان ذكرنا فيما سبق له أسماء أو ليست له أسماء، ها؟ بينا أن الحق له أسماء، ولكن بعض هذه الأسماء أسماء جمالية، وبعض هذه الأسماء أسماء جلالية. بعض هذه الأسماء تخرج منها أو ننتزع منها أنه رحيم، أنه رازق، أنه معط، أنه رؤوف، أنه غفار، وبعض هذه الحيثيات تكون منشأ الانتزاع ماذا؟ أنه منتقم، أنه جبار، أنه منتقم، أنه وكلها أسماء الحق سبحانه وتعالى. مو فقط هذه أسماؤه، من أسمائه أنه هاد، ومن أسمائه أنه مضل. القرآن ينسب الضلالة إليه سبحانه وتعالى، ولكن لا على نحو الابتداء. واضح صار؟ إذن هذه الآية المباركة قالت قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن كل إنسان يلاقي الحق سبحانه وتعالى، ولكنه لا بد أن ننظر إلى الطريق الذي سلكه للقاء الحق ما هو، لأنه كل الطرق تؤدي إلى نتيجة واحدة، لو كل طريق يؤدي إلى نتيجة تختلف عن النتيجة الأخرى. هنا القرآن الكريم يقول: الذي يوصل إلي مباشرة وهو قريب مني هو ماذا؟ هو الطريق المتصف بأنه مستقيم، وأما الطرق الأخرى توصل إليه ولكنه تكون قريبا مني أو تكون بعيدا عني، تكون بعيدا عني، تصل إليه ولكنه قريب لو بعيد. هذه من قبيل أنه أنت الآن تضع هدف أمامك، شوف هذا الهدف مستقيم خلي أمامك وانظر إليه، تجد بأنه إذا ذهبت طريق مستقيم تصل إلى الهدف. أما إذا افترضت ذهبت يمين ويسار وتمشي بنفس الاتجاه، ولكن أنت تصل إليه ولكن أنت بعيد عنه لو قريب منه، بعيد عنه مو قريب منه. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم واحدة من الأوصاف التي يقولها للطريق أنه يجعله مستقيم، يقول هذا أقرب الطرق إليه. إذا أردت أن تنحرف يمينا يسارا بعد تصل إليه أو لا تصل إليه؟ ها؟ الجواب أنا ما من ضمانة أنه تصل إليه، قد من باب الصدفة تصل، وقد من باب الصدفة أنت بالطريق شي يصير فتخطفه الطير فتهوي به في مكان سحيق. أنا ما منطي ضمان، أما الضمان اللي منطي في نظام التكوين اللي يمشي على هذا الطريق يصل إليه أو لا يصل، أنا منطي ضمان، ضمانة تكوينية منطي. أنت إذا عملت بالشريعة، فلهذا تجد في جملة من الآيات جعلت الصراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم، جعلت الدين هو الصراط المستقيم. الله ضمان منطي أنه من يعمل بهذا الدين فإنه هو الطريق المستقيم. هسه هذا الطريق المستقيم طريق مستقيم لفظا، وطريق مستقيم متجسد عملا. الطريق المستقيم لفظا القرآن والرواية، الطريق المستقيم عملا ها أئمة أهل البيت الأئمة، فلهذا ورد في الروايات أنا الطريق المستقيم. هذا مو معنى أنه لعد القرآن شنو، لعد الدين شنو، لا، يريد أن يقول بأن الدين فيه وجود لفظي وهو القرآن والرواية، وفيه وجود ماذا؟ متجسد عملي خارجي ناطق، وهو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. من يقول غير شيء؟
من هنا يتضح لنا أولا أن الإنسان يحتاج إلى طريق، وثانيا أن أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الطريق المستقيم، وثالثا أنه من لم يسلك هذا الطريق بعد يكون قريبا منه أو بعيد، يكون بعيدا عن خلنا